السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، استغفرك ربي وأتوب إليك. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. مرتضى منصور والأهل هيلعب لقاء المقاولين غصب عنه. مرتضى منصور بيفكرني بفيلم التوت والنبوت لما حمدي غيث الفتوة قابل عزة العلايلي وهو خارج هو ومراته اسمها تيسير فهمي، فقال له طلق مراتك يا هلا. مرتضى منصور فتوة، طلق مراتك، هتطلقها بمزاجك ولا تطلقها غصب عنك؟ فمرتضى منصور بيقول لي النادي الأهلي، النادي الأهلي. بس تعال شوف الفيلم، يعني الفيلم نهايته ايه؟ يعني مين اللي كسب في الآخر؟ مين اللي ضحك في الآخر؟ يعني مرتضى منصور هو حمدي غيث. المهم يعني مرتضى منصور يعني عجب عجاب من هنا ابو ريده، انت كده تنازل عن الكرسي بتاعك لمرتضى منصور. مرتضى منصور اللي قالوا اتحاد الكوره اتحاد الكوسه، اتحاد الكوسه نعدها مليون مره، محدد مباراه قال الزمالك هيلعب قبل بطوله افريقيا مباراه الانتاج الحالي يوم 30/5 ويوم 3/6 عامل له اختيارات اوبشن، يعني الجونه او حرس الحدود هيلعب الزمالك. عمرنا شفنا كده؟ عمرنا شفنا بلوى اكتر من كده؟ اتحاد الكوره حاطط خيارين في الجدول، خيارين للزمالك، اختار يا زمالك يا حلو يا ابها، هتلعب الجونه ولا هتلعب حرس الحدود؟ فينك يا حاج عامر حسين؟ وفين الناس اللي بتقول لك تكافؤ الفرص؟ وفين الناس اللي بتقول لك الاهلي نادي الدوله؟ وفين الناس اللي بتقول لك رحتوا فين؟ رحتوا فين يا مغيبين يا بتوع ال مرتضى منصور هاجم احمد شوبير وهاجم سيد عبد الحفيظ وبيهاجم النادي الاهلي، بيقول له ناقص يحلف عليه بالطلاق، ناقص يحلف عليها كذا بالثلاثه كده للاهلي يلعب مع المقاولين غصب عنه بمزاجه او غصب عنه هيلعب هيلعب. لا 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 لا، انت بتفرض على النادي هو انت اللي بتحط الجدول يا عم، ما هو ده اكيد انت كده خلاص. مرتضى منصور الكلام اللي قاله امبارح ده اتضح للجميع واتضح للعيان ان الكل على راسه وبطحه، واحنا عارفين القصص دي ومش شرط بقى نعيدها، بس كده يعني مرتضى منصور قال انا هو ما حدش قدي، انا هو الراجل في اتحاد الكوره يطلع يكلمني بقى. يعني انت النهارده بتقول بتشرط على النادي الاهلي، النادي الاهلي اتحاد الكوره قال ان هنأجل مباراه الاهلي والزمالك، الاهلي والزمالك والاهلي والمقاولين لما بعد امم افريقيا علشان عندنا وقت وكده كده هنستكمل البطوله بعد امم افريقيا، والزمالك هنريحه بقى يعني هيلعب مباريتين وبعد كده ثلاث ماتشات هنبقى نأجل له الماتشات بعد كده امم افريقيا. كل ده المصيبه والكارثه اللي احنا فيها اللي مخلي مرتضى منصور يتكلم بالطريقه ان هو نادي الزمالك هو السبب في المصيبه، الموسم الكارثي، الموسم الفضيحه، الموسم اللي الناس هتفضل تتغنى بيه، مرتضى منصور السبب. ومع ذلك لا هو بيتشرط بيقول لك الاهلي هيلعب غصب عنه والزمالك مش هيلعب وانا عندي استعداد. اشوف بقى يا اخي ده بيعاين النادي الاهلي، انا عندي انا مش خايف منك يا سيد عبد الحفيظ، سيد عبد الحفيظ بيقول لك انا مش سايب، يعني كنا بالنادي الاهلي بيطالب النادي الاهلي يلعب الزمالك وننفض والاهلي يخلص الموسم ونا. بدايه كده مباراه تعادل الزمالك والاسماعيلي الاهلي والاسماعيلي امبارح ده كله زي ما قلت قبل كده في فيديوهات كتيره ليا ما فيهوش اي مبدا تكافؤ الفرص ومصلحه نادي الزمالك، نادي الزمالك قاعد حاط رجل على رجل ويتفرج على كل منافسيه من اللي هي النادي الاهلي اللي بينافس على البطوله الى الداخليه والنجوم ممكن بتروجيت، ممكن الفرق اللي هتصعد هتنزل درجه ثانيه الزمالك قاعد بيتفرج عليها. بعدين انا بقى بعد ما كله نفسه ينقطع وبما فيهم الاهلي، بعد ما كله نفسه ينقطع كده بقى اخش انا فريش، اخش انا حلو كده اخبط اضربهم القضيه اخد البطوله واخلع في نص ساعه، يعني ده مش اسمه كلام. يعني النادي الاهلي خلاص اجتهد وتعب ولعبته وبتاع ومحطوط تحت ضغط، حاليا بيلعب تحت ضغط. نادي الزمالك قاعد الاهلي خسر بنطين، اه ده ممكن يخسر، مش خسر بنطين خلاص العب وانا بقى مستريح، حتى العب ولاعبتي مش مشدوده تحت ضغط، ده انا الاهلي المنافس بتاعي خسران بنطين واخد بالك، ده انا ممكن كمان يا عم العب وانا حاطط اخد البطوله دي انا حاطط رجلي على رجلي، ممكن اي فرقه من اللي تقابل ما عنديش اي مشكله لو تعادلت مع الفرقه يعني عادي، واخدين بال حضراتكم الفرق. المهم مرتضى منصور بقى يعني هاجم سيد عبد الحفيظ بعد مباراه النادي الاهلي بسبب مباراه الاهلي والمقاولين، الاتحاد الكره قال هياجلها، قال لك لا عليها كذا لا تلعب، هتلعب غصب عنك. قال رئيس النادي الزمالك انه عنده استعداد يلعب النادي الاهلي النهارده او غدا
ردا على مسؤول النادي الاهلي سيد احمد شاهين رفضهم خوض مباراه المقاولين العرب في الجوله 33 لبطوله الدوري. وقال مرتضى منصور الاهلي هيواجه المقاولين سيواجه المقاولين غصب عنه. خلال تصريحات مع خالد الغندور قال لسيد عبد الحفيظ مش خايفين نلعب الاهلي، انت شفت مستواك في مباراه الاسماعيلي، هي المثل بيقول لك ايه مش عارف ايه بتديها بشعر من طب ما احنا شفنا النادي الاسماعيلي عمل ايه قدام الاهلي، وشفنا النادي الاسماعيلي عمل قدام الزمالك، والماتش كان شكله ايه، واداره الاسماعيلي وقفت كريم بامبو ليه، وكريم بامبو ابن الاهلي عمل ايه، قال لك ايه شفنا مستواك واللاعبين اصحاب المليارات عملوا ايه، طب ما احنا شفنا وادي دجله وبرضه شفنا عبد المنصف عمل معاك ايه يا مرتضى منصور، قدم بس في فرق النادي الاهلي بلاعيبته باحترامه ومفيش تفويت، لكن اللعيبه اللي بيعدوا عليك كلهم مفوتين ولم تحتسب لها كمان، يعني بيقول لك ولم تحتسب للنادي الاسماعيلي ضربه جزاء، يعني انت عايز تلعب عايز تقعد مكان هاني بوريلا وتخلي الاهلي يلعب غصب عنه، وعايز كنت تلعب مكان محمد معروف الزمالكاوي وبتقول كمان ركله جزاء. الاهلي يا اخي ما كسبش ولا ماتش بمجهوده كله بالحكام. وقال لك ايه العيال اللي بتقول الاهلي ياخد الدوري ده كلام اوانطه، ان شاء الله الاهلي ياخد الدوري وانتوا هتاخدوا الموسم ده اللي هتطولوا دوري ولا كاس ولا كونفدراليه بامر الله، واحنا في الشهر الكريم هذا بسبب كلام مرتضى منصور ده. قال لك ايه سبق وتم تاجيل مباريات عديده للاهلي، حلو الاهلي تم تاجيل مباريات عديده للنادي، وانت وقفت يا مرتضى منصور انت وتركي الشيخ قلت الاهلي لازم يلعب، واحنا مش هنلعب الا لما الاهلي يلعب، لما الاهلي يقول لك مش هلعب غير لما انت تلعب تزعل ليه وتقول هيلعب غصب عنه ليه وعليا كذا بالثلاثه مع نافع ليه؟ عندما كان يخوض نهائي دوري ابطال افريقيا الموسم الماضي والزمالك لم يعترض والان يشترطون ويريدون عرقله مسيره الزمالك لانه يلعب نهائي الكونفدراليه، وانتم ما عرقلتوش مسيره النادي الاهلي في البطوله لما الاتحاد رفض ياجل مباراه الاتحاد قبل مباراه صن داونز هناك ومرفوض، وعرقل المهمه برضه لما رفض ياجل مباراه المقاصه قبل مباراه صن داونز هنا، هو حلال ليك حرام عليك، هو انت الناس بتنسى؟ اوعى تكون فاكر ان الناس بتنسى. وكمان هاجم احمد شوير قال لك ان احمد شوير تصريحاته عن النادي الاهلي ان هو بتاجيل مباراه المقاولين والنادي الاهلي قال لك مش هلعب غير لما الزمالك يلعب مؤجلاته، هاجم احمد شوير وقال انت ابن مين في مصر؟ انت ابن مين يا احمد يا شوير في مصر؟ وقال لك قدمت مذكره لوزير الشباب والرياضه ضد احمد شوير بسبب المكالمات الغير اخلاقيه التي لا تليق بعضو اتحاد كره، كما تقدمت ضده بمذكره للجنه الانضباط يا اخي احنا في شهر رمضان وعمال تجيب في سيره احمد شوير، الناس كلها مش عارفه ايه قصه شوكولو دي، يعني في لو مش عاوز اقول، يعني انت بتعاير الناس بحاجه حياتهم الشخصيه، نتفق احنا ضد احمد شوبير في اللي عمله واخلاقه وقصصه، الناس طب ما هي الناس عارفه قصه شوكولو المكالمه برضه ولا ايه النظام، يعني هو انت يعني حلال هنا حرام على ده، مش عاوزين نتدخل في اعراض ناس ولا نتكلم في مكالمات ولا في حياه شخصيه. وواصل الفيلم الهندي اللي انت عملته ان النادي هيطلع بيان، ما يطلع بيان وانا مالي، مباراه الاهلي مع المقاولين العرب ستلعب في موعدها، انا بطل وصلت لنهايه الكونفدراليه من حقي ان يتم تاجيل مبارياتي. طب من حق من النادي الاهلي يعني من حقك تاجيل مباراتك؟ امال كنتوا زعلانين النادي الاهلي متاجل له ليه وتقول له لازم يلعب؟ طب ما هو الاهلي كان بطل ووصل لنهايه دوري ابطال افريقيا مع الترجي الموسم اللي فات. ايه بقى كنت زعلانين ليه؟ وقال لك انت مش اجلت للاهلي 12 مباراه صعبان عليك تاجل للزمالك مباراتين ثلاثه، الزمالك اتاجل له مقاولين وانتاج حرب مرتين ولسه خمس ست مباريات هيتلعبوا بعد الموسم، وبعدين جاي تقول لي مش عارف، وبعدين انت وقفت النادي الاهلي قلت له تلعب وانا هقفلك بقى اقول لك العب، ما انت هو النادي الاهلي تاجل له كل ده مره واحده، النادي الاهلي كان بيلعب كل يومين كل ثلاث ايام ماتش، لدرجه عامر حسين قال له شوف مصلحتك صرف بعيد عني مش هقدر اعمل حاجه، الدوري لا مش هقرا، لا احنا لنا ميعاد وملتزمين بميعاد، لكن جه لما جه لحد الزمالك الميعاد مفتوح، لكن للنادي الاهلي لا 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 مش هقدر اجل لك حاجه مش هقدر اعمل لك حاجه، العب يا عم عندي ماتش سيمبا هناك في تنزانيا العب ازاي النهارده حرس الحدود واروح العب هناك في تنزانيا، قال له ماليش دعوه بعد 48 ساعه، مش ده كان طلب مين؟ انا مش فاهم الناس دي بتتكلم ازاي. اما بالنسبه ده كان موضوع مرتضى منصور، اما بالنسبه للخفيف ابو دم خفيف احمد الطيب قال لك ايه؟ انا طبعا بيتكلم لجماهير النادي الاهلي بعد التعادل الاسماعيلي مباراه الاسماعيلي، قال لك ايه؟ اقدر حزن جماهير اقدر حزن جماهير الاهلي على الاداء قبل النتيجه، ان شاء الله يقدر يرجع لمستواه الكبير، وخساره مباراه او بطوله او اكتر لا يعني نهايه العالم الاهلي بجماهيره العظيمه، يقدر يرجع ويفرحنا كلنا ولكن بمدرب يليق بالاهلي وبجديه لاعبيه تكون اكثر من كده دون انتظار الدقيقه 93 و94 لانها غير امنه. 93 او 94 هي دي اللي تعباك يا احمد،
يا طيب، وتعبتك مع نهضة بركان، لأنها جت برضه في الوقت القاتل، في الوقت بدل الضايع. فأحمد برو... أحمد أحمد الطيب مش قلبه على النادي الأهلي، أحمد الطيب بيجيبها بصيغة يعني عاوز بيحفل بطريقته، يعني دمك سم. قال لك إيه أحمد الطيب؟ حاجة بسيطة كده من ريحة الإسماعيلي، بركات على الكلام عن مراكز الإسماعيلي وكريم بامبو اللي عملوه مع النادي الأهلي، بركات والنحاس ومعوض الشطر وحمادة إبراهيم وحمام ابراهيم وابو جريشه وبيبو وتاكا وعبد رب وفتحي، كان ناقص الرباعيه في حديقه برج العرب وتبقى كملت خساره، كملت رباعيه 4-4. دي برضو احسن مباراه للتاريخ، كان طرفها مين؟ الاسماعيلي والاهلي يا احمد يا طيب، مش الاسماعيلي والزمالك. يعني في تاريخ الدوري المصري كله كل الناس بيتكلموا ان افضل مباراه اتلعبت في تاريخ الكره المصريه مباراه النادي الاهلي والاسماعيلي 4-4. فالنادي الزمالك حتى في اللعب، في الكوره، في المتعه اللي انتوا بتقولوا مدرسه اللي معرفش ايه والايه، مش موجود في احسن مباراه في تاريخ الكره المصريه اللي كانت طرفها الاهلي والاسماعيلي. قال لك ايه؟ خساره اضاع فوز سهل الدرويش، شكرا محمود جابر، خساره اضاع فوز سهل. طب ما الاهلي يا احمد يا طيب ضيع له كام فرصه وانت راجل. يا ساتر عليكم يا اخي، يا ساتر عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.